البريس بيسكوي المصنوعة من الألمنيوم أخيرا موجودة في تونس. بريس بيسكوي متاعنا اليوم فيها 10 فورمات باش تجم تصنع بها البيسكوي. العشرة فورمات بيانسور مختلفين وفيها زادة 4 فورمات تنجم تزين بهم الجاتو متاعك. الحق كانك صناعية ولا صنافة في الدار، اليوم جبنا لك أحسن أفار بأحسن سوم في تونس. طريقة الاستعمال متاعها سهلة برشا، ماهيش صعيبة بالكل، المهم تعرف تحضر العجينة اللي باش تخدم بها. بيانسور في الفيديو هذا حطينا لك المقادير باش تتحصل على عجينة نجم تخدم بها بالبريس بيسكوي هذه. نون سلمون المقادير زادة كيفية التحضير: 200 غرام زبدة، رشة ملح، 200 غرام سميد يكون دقيق بالباهي، وزادة تزيد الأرام اللي تحب عليه. بيانسور باش تعجنهم بالباهي 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 لين تتحصل على عجينة ياسر مزيان. من بعد ما تحصلنا على العجينة متاعنا زدناها كاس زيت وزدنا خلطناها مليح مليح، زدناها زادة كيف كيف كعبتين عظم وزدنا خلطنا لين تحصلنا على عجينة كريمي كيما تشوفوا في الفيديو، باش تزيد الفرينة بشوية بشوية لين تتحصل على خليط يتماشى مع البريس بيسكوي متاعك. هذايا الكل باش نتحصلوا على عجينة خفيفة رطبة تنجم تتماشى مع البريس بيسكوي متاعنا. بعد ما خلينا العجينة متاعنا 30 دقيقة حطيناها في وسط الماشين متاعنا البريس بيسكوي، وكل مرة حطينا فورمة معينة نجم تعمل الفورمات الكل في بلاتو برك. البلاتو متاعنا يزم يكون شايح وشايح بالباهي باش العجينة متاعنا تلصق في البلاتو وما تعطلكش وقت اللي انتي تبدأ تخدم. إذا كان عجبك البرودوي متاعنا ما تنساش باش تخلي اسمك لقبك نمرو تليفونك باش نجمو نتواصلو معاك.